بعض الشباب الحديث بعد ما بص في الانترنت جاي يقول لي دي الاخلاق غير ثابته. قلت له يعني ايه الاخلاق او القيم غير ثابته؟ قال لي يعني ممكن جدا ان تتغير بتغير الزمان والمكان. قلت له ازاي؟ برضو فهمني لحسن، دي عمليه خطيره. يعني الصدق ده قيمه، احترام النفس ده قيمه، الثقه في النفس دي قيمه، التواضع دي قيمه، او اخلاق، كل دي اخلاق. فانت عايز تقول لي ان في يوم من الايام هيبقى الصدق عبط وهيبقى الكذب هو اللي احسن؟ قال لي اه ممكن يحصل كده. قلت له ازاي؟ قال لي لان مصدر الاخلاق احنا شايفينها انه مش هو الله ولا حاجه، احنا شايفين ان مصدر الاخلاق هو الـ الـ المجتمع الناس. فاحنا هنعمل استفتاء بسيط كده على النت ونقول للناس ايه رأيكم في الكذب. فجي 70% من الناس اللي جاوبونا وقالوا ان الكذب وحش، و30 قالوا لا ده الكذب ده حلو وكويس وممكن ان احنا نعمله. التصور ده، المنهج ده، ده مصيبة سودة، لانه ده معنى كده ان الاجتماع البشري اللي توصل الى اخلاق مشتركة بين كل البشر حتى الملاحدة هيتفكك، هيذوب. ولذلك لما حصلت هذه الاشياء والحاجات دي ابتدت تظهر في السوق من سنة 74 وابتدت تنتشر، ولما جه النت والاتصال والفيسبوك والتويتر واليوتيوب وكذا الى اخره ابتدت تنتشر اكتر، وده سبب حيرة كثيرة للشباب. فلما حصل كده وشاعت هذه الأمور، الأمم المتحدة تدخلت وبدأت تبحث فين يا ترى القيم أو الأخلاق اللي مشتركة بين كل البشر، وقدروا إن هم يوصلوا إلى 11 قيمة. ال11 قيمة دول أنا مسكتهم ولقيت الأمم المتحدة مطلعة كتب عنها، 4 كتب أو 5 كتب عن ال11 قيمة دول، إزاي ندرسهم لأولادنا، لأنه على فكرة محدش يعترض عليهم. فأنا حبيت أقول طيب دول فين هم في الإسلام، ومسكتهم وعملت كتاب لكل قيمة من ال11 قيمة، ووجدت فعلا أن الإسلام بيقول لنا ال11 قيمة دول، فإحنا متفقين عليهم. القيم والأخلاق ما هياش واقفة على فقط القيم المشتركة، وبيسموها القيم أو الأخلاق الفعالة، يعني هي لها أثر في بناء العقلية وبناء المجتمع البشري. فروحت مؤلف في كل قيمة كتاب أقول هو ده فين في الإسلام، فين في القرآن، وفين في السنة، وفين في أعمال الصالحين وأولياء الله والعلماء، ووجدت فعلا أنه دي حاجة متفق عليها بين البشر. وطبعت هذه المجموعة اللي هي القيم الأخلاقية. عملنا أيضا نوع من أنواع المشاريع، وهو مشروع يسمى قيم وحياة. مسكنا 5 محافظات وجمعنا الشباب وقلنا له تعالى بص في القيم دي، والشباب من كل مكان بأي توجه له وبكل توجهاته وعقائده، تعالوا نجتمع على كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى هذا المشترك علشان ننطلق منه. مش هتقدر تنطلق مع أخوك ومع اللي معاك إلا بالمشترك، لازم في مساحة مشتركة. قدرنا الحمد لله إن احنا نخلص 5 محافظات تدريبا وهكذا، ودخلنا في 8 محافظات تانيين. احنا عندنا 28 محافظة، فيبقى لسه قدامنا السكة طويلة. أنا عايز الشباب يهتم بمسألة القيم والأخلاق والمبادئ
لأنها مش لعبة ومش هزار، دي حاجة جادة وهتبني الإنسان وهتجعله يشعر بأنه أكثر سعادة، حتى لو كان أكثر تقييدا لنفسه بهذه المسؤولية.